للوقوف على آخر التطورات الميدانية في ريف إدلب، ينضم إلينا من هناك مراسلنا إبراهيم سويد. أهلا بك إبراهيم. نعم، أهلا بك عمار. بداية إبراهيم، هل تؤكد لنا تقدم النظام وسيطرة النظام على قرية تل خنزير، وأين تقع بالضبط هذه القرية؟ نعم عمار، بالفعل يعني تقدمت ميليشيات النظام مدعومة بالميليشيات الإيرانية وشبيحة العشائر، انتهت اليوم بسيطرة الميليشيات على تل خنزير بريف إدلب الجنوبي. طبعا تل خنزير يقع في جنوب بلدة أبو دالي بريف إدلب الجنوبي الشرقي. طبعا منذ قليل أكدت عدة مصادر عن سقوط تل خنزير بيد قوات النظام. عمار، بالنسبة للوضع العسكري هناك في ريف إدلب الجنوبي وفي ريف حماة الشرقي، تفضل. يعني تحاول قوات النظام بعد سيطرة هيئة تحرير الشام منذ ما يقارب شهرين أو أكثر تحديدا على بلدة أبو دالي بالريف الجنوبي، تحاول أن تسترجع النقاط فقدتها بالإضافة إلى نقاط جديدة والضغط أكثر على فصائل الشمال في إدلب وغيرها. طبعا استطاعت قوات النظام بعد حملة عسكرية يعني عنيفة جدا مدعومة بالميليشيات الإيرانية والدعم لسلاح الجو الروسي أن تتقدم في ريف حماة الشرقي بالإضافة إلى ريف إدلب الجنوبي. طبعا سيطرت على ما يقارب 6 نقاط وقرى استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي. من بين هذه النقاط بالأمس تم السيطرة على تلة السيريا تيل الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي، والتي تطل هذه التلة أيضا على مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي والشرقي، بالإضافة إلى قرية أم خزيم وأم تريكي والشطيب والهوية. طبعا الفصائل المشاركه هي فصائل هيئه تحرير الشام بالاضافه الى جيش ادلب الحر وجيش العزي وجيش النصر. منذ قليل اعلنت وكاله اباء عن محاولات فاشله اسمتها للتقدم من محاور تل خزيم وام تريكي، وثبتتهم خسائر فادحه طبعا بالاضافه الى تدمير دبابي بالامس من قبل جيش النصر على تله السيرتين. طبعا هناك حمله شرسه جدا من قبل قوات النظام في محاوله للوصول الى العمق في ريف ادلب الجنوبي بشكل عام. طيب، ماذا عن المناطق السكنية القريبة من مناطق الاشتباكات؟ كيف يبدو وضع الأهالي في تلك المناطق؟ عمار، هناك حملة قصف كبيرة جدا تشهدها القرى القريبة من في محيط أبو دالي بالإضافة إلى القرى في ريف إدلب الجنوبي. هناك قصف اليوم كان على بلدة التمانعة بالإضافة إلى القرى المحيطة في أبو دالي وقرية الإخوين. الأهالي بشكل عام خرجت من تلك القرى وأصبحت في العراء في الأراضي في ظل هذا البرد القارس وفي ظل الشتاء. هناك حركة نزوح كبيرة جدا باتجاه الشمال السوري باتجاه العمق في ريف إدلب الجنوبي. الوضع الإنساني يعني هناك صعب جدا، هناك عشرات أو مئات العائلات النازحة في العراء بحاجة إلى مأوى نعم، إغاثية يعني طارئة وعاجلة. الوضع الإنساني صعب جدا في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشرق. طبعا من ريف إدلب مراسلنا إبراهيم السويد، شكرا جزيلا لك.